فن تشيكي. مرحبا أصدقائي، اليوم سنعلمكم كيفية رسم فستان ملون. سنرسمه على شماعة تماما كما لو كنت رأيته لأول مرة في برنامجك المفضل. ابدأ بالأشرطة وخط العنق، أكمل الشماعة، ثم سنرسم خط الخصر، بعض الكشكشة، سنرسم بعض الطبقات للجزء السفلي من فستاننا. طبقات أكبر للصف التالي وواحدة أخرى. ارسم دائرة إضافية لكل طبقة حيث نبدأ بأربعة ثم خمسة ثم ستة. كم دائرة تعتقد أننا سنرسمها في الصف الأخير؟ هذا صحيح، سبعة. نضيف واحدة أخرى في كل مرة. وقت تظليل الحدود. أسود داكن لطيف لتكثيفها. حان وقت التلوين، لنلون هذا بالوردي الرائع. ما هو لونك المفضل؟ أنا أحب الوردي. لون الجزء العلوي فقط بالوردي. وسنلون خط العنق بالأحمر. جميل، والحزام بالأزرق. لطيف جدا مع الوردي. الآن للطبقة الأولى سنستخدم الأخضر المشرق. يشبه النعناع الأخضر. إذا لم يكن لديك اللون المطلوب، يمكنك دائما مزجه بالأبيض لجعلها أخف قليلا، أو الأسود إذا أردتها أكثر قتامة. ماذا علينا أن نفعل بعد ذلك؟ أصفر. هذا صحيح، لنبقى ضمن العائلة، أخضر وأصفر. يمكننا أن نسمي هذا طبقات الأحماض مثل الليمون الأخضر والأصفر. المزيد من الأصفر، أنا أسميهم بتلات لأنهم يبدون مثل البتلات. البرتقالي، رائع، إنه يبدو كقوس قزح جميل. واحد واثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. رائع، لنختر لون الطبقة الأخيرة، أحمر. هذا صحيح، دعونا نستمر في الاتجاه إلى الداكن في كل مرة، أخضر إلى أصفر إلى البرتقالي وإلى الأحمر. خلاب. يمكنك استخدام أي ألوان تريدها، يمكنك حتى استخدام ألوان متعددة، فلماذا نتمسك بلون واحد؟ بمجرد أن تجف الألوان، يمكنك إضافة بعض الأشكال إذا أردت، ربما بعض القلوب أو النجوم أو الزهور، الذي تحبه أكثر، أو شكل على الانتهاء. وانتهينا، عمل عظيم. مرحبا يا أصدقاء، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير.
اليوم ستتعلم كيف ترسم أميرة جميلة وتلونها. أوه، يا للروعة! لذلك قمنا برسم الشعر والوجه. نرسم الآن ملامح الوجه، الحاجبان، العيون، وبعض الرموش الجميلة هناك، والحدقتان. جميل! أنف لطيف صغير وفم مبتسم. لنرسم رقبتها وكتفيها. نرسم طوقاً لفستانها الجميل، والجزء العلوي والحزام، ذراعيها ويديها. إنها ترتدي قفازات جميلة. وانظروا إلى هذا الشيء الرائع، تسريحة لطيفة أيضاً. حان الوقت لرسم باقي الفستان. سنرسم بعض الطبقات المكشكشة، لأن الأميرة يجب أن يكون لديها زخرفة. ها هي، نزيد سمك الأطراف. الأطراف السميكة تجعل الألوان بارزة عند التلوين. ممتاز! سنبدأ بالأصفر. كونوا شديدي الحذر باستخدام فرشاة طلاء رقيقة للتلوين داخل الخطوط السميكة وحولها، دون تجاوز الحاجبين والرموش والعيون عن طريق الخطأ. لذا ينبغي استخدام فرشاة ذات الرأس النحيف جداً للالتفاف حول ملامح الوجه، وبعد ذلك يمكنك استخدام فرشاة أكثر سمكاً. جميلة! يجب أن أقول أنها لا تبدو سعيدة جداً. تلوين العنق، ها هو، والذراعين، باهر. اللمسات الأخيرة من هذا اللون. الآن سنقوم بتلوين شعرها وسيكون لونه بني. هل يمكنك التفكير في أي أميرة ذات شعر بني؟ ربما من شخصيات ديزني. تفكر في من؟ ربما سنو وايت؟ كانت أميرة بالفعل. رابونزل؟ لا، كان لديها شعر أشقر، كان شعرها أصفر. ماذا عن الأميرة ياسمين وعلاء الدين؟ أو ربما الجميلة والوحش؟ كانت نوعاً ما أميرة. من هي أميرتك المفضلة؟ إطلالة جميلة وناعمة. الرسم بعناية بين الخطوط السوداء مجدداً. وإذا أردتها أن تكون ملفتة، يمكنك رسم ظلال بنية في شعرها لتبدو وكأن النور ساطع عليها. خطوط صغيرة من اللون البني الفاتح والداكن. يمكنك تفتيح هذا اللون عن طريق مزجه بقليل من الأبيض، أو مزجها مع أسود ليصبح داكناً. هذه طريقة بسيطة لطيفة لتلوينها. آخر قطعة من الشعر. ويمكنك دائماً استخدام أقلام التلوين أو الطباشير الملون أو أقلام الرصاص إذا كنت لا تحب الطلاء. ها هي، وقت ممتاز لتلوين الفستان. وردي مشرق للكتف. جميلة! ما اللون الذي يعجبك؟ قفازات وردية تتماشى معها. دعنا ننظر إلى الألوان التي لدينا. لدينا اللون الوردي الفاتح والأصفر، ولون أخضر وبرتقالي أيضاً. إذن بأي لون نطلي باقي الفستان؟ هيا أفكار؟ لنلون الحزام ما عدا الجزء الأوسط ليتماشى مع القفازات والكتف. يمكننا تلوين الجزء السفلي من الفستان بالوردي أيضاً.
وردي فاتح جميل. واو، هذا مشهد رائع. يمكنك بالطبع اختيار أي لون تحب، لكن الأفضل أن تتناسب الألوان مع بعضها تماماً كما فعلنا هنا. باهر، أحسنت. الأخضر لرباط الشعر، تبدو جميلة مع اللون البني، أليس كذلك؟ والأخضر مجدداً للنصف العلوي من الفستان. استمر، أنت تقوم بعمل رائع، ويمكنك طلاء طبقة أخرى لجعله يبدو داكناً أو فاتحاً. يمكنك حتى أن ترسم أشكالاً على فستانك، ربما بعض الخطوط أو المتعرجة أو حتى النجوم أو القلوب. هذه الألوان الزاهية تجعل الفستان براقاً حقاً. الوقت المناسب لتلوين العيون، أنا أعرف، لنجعل العيون زرقاء. خلاب، ونترك بقعة بيضاء صغيرة هناك ليبدو وكأنهم يلمعون، والأزرق في منتصف الحزام. الفم الآن، فقط اللسان، سيكون ذلك باللون الأحمر. ها هي الأميرة الجميلة. مرحبا، اليوم سنعلمك كيف ترسم وتلون بنفسك فستان أميرة اللامع. نعم، أولا نبدأ في عمل المخطط باستخدام قلم تحديد أسود. سنستخدم الأشرطة هنا، يمكنك أن ترسم الأكمام إن أردت، وسوف نرسم طبقات لأننا نريد هذا أن يكون حقا فستانا كبير للأميرة. لنرسم طبقة أخرى، خطوط متموجة، باهر، لنرسم بعض الجواهر على الحزام. خلاب، ماذا عن القوس في المنتصف؟ نعم، نحن نحب القوس الجميل. الآن سنضيف بعض الزهور. نعم، ما هي الزهور المفضلة لديك؟ الزهرة المفضلة لدي هي الروز، أنا فقط أحبهم. يمكننا رسم أنواع مختلفة من الزهور هنا إن أردت. الآن من تعتقد أنها ستحب هذا الفستان المزهر؟ رابونزل؟ أو لا، لأنها في برجها. ماذا عن سندريلا؟ نعم، سندريلا هي أميرتي المفضلة. ماذا عنك؟ من هي أميرتك المفضلة؟ لنلونها بألوان لامعة؟ نعم، سنلون الأشرطة بالوردي. ماذا عن الأصفر للنصف الأعلى من الجسم؟ لن نلون الزهور الآن لأننا نستطيع تلوينها بلون آخر. الآن الوردي مجدداً، نحن نحب الوردي، والأميرات يجب أن يكون هناك بعض الوردي على ملابسهم، ألا تظن؟ لامع، نعم، ممتاز. أنا أحب عندما لا تكون سندريلا أميرة، ولكن بعد ذلك العرابة الخيالية تجعلها أميرة، ولديها عربة من اليقطين، جميل. لكن كن حذراً ألا تدق الساعة منتصف الليل، لأننا لا نريد لكل هذه الألوان الجميلة أن تتلاشى. إذن الأخضر يعطي تبايناً جميلاً، وبعض الأرجواني. أتعلم؟ الأرجواني هو لوني المفضل، ولا يمكن أن تتحسن بدون الأرجواني اللامع. باهر، ما هو لونك المفضل؟ أنا أيضاً، أنا أحبهم جميعاً. المزيد من الأصفر لتتناسب مع الجزء العلوي. نعم، الطبقة السفلية من الفستان تتناسب مع العلوية. نحن نستخدم فرشاة صغيرة، لذلك لا نلون الزهور عن طريق الخطأ. أنا أحب عندما يحصل الأمير على هذا الحذاء زجاجي ثم ترتديه سندريلا، ويكون مناسباً لها تماماً، ثم يدرك أنها حب حياته. أفضل قصة خرافية على الإطلاق. صحيح، سنلون الأزهار الآن. الأحمر؟ نعم، الورود الحمراء، ونترك وردة بدون تلوين بهذه الطريقة. يمكننا إضافة المزيد من الألوان على فستان الأميرة اللامع. نعم، أنا أحبه. نعم، لنلون هذه الوردة بشكل مختلف. الأزرق؟ أحب كيف يبدو ذلك أمام الأحمر والوردي والأصفر.
قوس أزرق جميل. لا ينبغي أن يكون كل شيء وردي لتكوني أميرة، يمكن أن تكوني ملونة بألوان قوس قزح أيضاً. ما الشيء الذي تود رسمه؟ ربما إذا حصلنا على بعض المواد يمكننا أن نخيط فستان أميرة كهذا. ألن يكون ذلك مذهلاً؟ هل تحب صنع الأشياء بنفسك؟ أنا أيضاً وأحب الرسم والتلوين، فما رأيك؟ أنا أعتقد أن سندريلا ستحب هذا الفستان اللامع. مرحبا أصدقائي، سنرسم اليوم عصا سحرية. أولا نرسم النجم الكبير، نرسمه على شكل حرف V بالمقلوب، ها أنت ذا. ثم سنرسم العصا. هذا جيد، استمر. أعتقد أنني بحاجة إلى إضافة المزيد من النجوم، ما رأيك؟ نعم؟ لنحددها بدقة. وقت التلوين، لنستخدم اللون الأصفر للنجمة، ما رأيك؟ سأستخدم لونين لليد، أزرق وبرتقالي. يمكنك استخدام أي لون تريده. لا أطيق الانتظار لأستخدم هذه العصا السحرية. يمكننا إضافة ألوان مختلفة للنجوم. يمكننا إضافة ألوان مختلفة للنجوم، تبدو رائعة. وها هي عصا سحرية، أتمنى أنك استمتعت. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.